أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك صدق الله العظيم. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهو يرثها إن لم يكن لها ولد اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة Yeah.
إلا ما يتلى عليكم غير مضل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد الله العظيم.